سلام غزالات ديالي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، تكون اموركم ديما بخير. هاني جيت لكم جديد كما معودكم دائما، جيت لكم فيديو يعني بغيت نشارك معكم ادق تفاصيل من لندن حتى المغرب، يعني ادق تفاصيل يعني اخر نهار العقوز في لندن الى حتى النهار اللي جات للمغرب. المهم بغيت نشارك معكم كل شيء. الصراحه تعبت على هذا الفيديو بزاف، يعني اول مره يعني نتعب على شي فيديو قد ما تعبت على هذا. يعني المهم كنتمنى ديروا لي لايك لدعم القناه، واللي مازال ما تابونا في قناتي تابونا فضلا وليس امرا، يعني للتشجيع لا غير. وكنشكر كل واحد شاف لي هذا الفيديو، اللي دار لايك كنشكرو، حتى اللي ما دارش لايك كنشكركم بزاف. ودابا المهم هما دابا عيباركيو الطوموبيله باش يديو عكوسي للمطار، وخليكم معايا نشارك معكم كل شيء. بدنا راه عكوسي وصلت للمطار، ها نتوما معاها، يعني اي حاجه دارتها انتم معانا الى تتوصل المغرب. يلا هو معانا. هنا راه دازت يعني ديشي سخرة، كاين واحد المحل في المطار يعني احتاجت شي حاجة دازت تجيبها، وبقاو حتى لاخر الفيديو. هنا صافي راه وصل الوقت، يعني عاد مشي للطياره. وتحيه خاصه زعما الصراحه الجاليه المغربيه اللي مقيمين في اي دوله، والله الغربه راه صعيبه وقاصحه، وكنتمنى يعني ربي يسهل على كل مسلم يشوف ميمتو يشوف خوتو يتلاقاو عما قريب ان شاء الله يا ربي. الله يدي الجميع الى خير وبخير. هنايا راه الطياره، نتوما عارفين راه شبرات الطريق للمغرب. مرحبا بالناس ديال المغرب. وانا بغيت يعني عكوسي بغات تشارك معكم ادق التفاصيل، وانتم انتوما شبروا مع هاد الطريق. مرحبا بكم عندنا للمغرب.
في هذا الوقت حنايا مشدو من الطياره، حنا راه دابا في المطار ديال بني بطوطه في طنجه، ومعها واحد المفاجاه. ما نحرقكمش المفاجاه، خليكم معايا وانتم تعرفوا هذه المفاجاه شنو هي. Thank you.
ها المفاجاه اللي قلت لكم، يعني لوسي جات الصراحه هي وراجلها، والكتكوت والهودات هي جات معاها، صراحه فرحه لا توصف. يعني الناس اللي عارفين هذا الاحساس اللي حاسه به انا هما الناس يعني اللي موحش العائله اللي جايه من الغربه، والله صراحه الغربه اللي لا يطيح المسلم، وبالحق كتجيبها الظروف. ايوا مرحبا بكم حتى نتوما معايا، يلا معايا خليكم حتى لاخر الفيديو تشوفوا شنو المفاجاه اللي وجدنا لها. هنا راه وصلنا لمدينة العرائش مدينتي، مرحبا بكم انتم معروضين معنا للدار ان شاء الله يا ربي. هنا كنا الصراحة دايرين لواحد المفاجأة، ولكن اللي شدت للأسف ما كتبتش، ولكن باقي الخير قدام، ولكن درنا لواحد المفاجأة بسيطة. مرحبا بكم معنا تانتوما.
اجي ومرحبا بكم معنا التعشى، والناس كاملين مرحبا بكم معنا. كنتمنى هذا الفيديو ينال ارضائكم ونكون خفيفه على قلوبكم. كنشكركم بزاف بزاف، وتسناو ديما نحط لكم جديد، وما تنساو ديروا لي لايك، ونخليكم في امان الله وحفظه. مع السلامه، باي باي.